الخبر في المجال الطبي نغلق النافذة لليوم، والآن أترككم للاستمتاع ببقية فقرات صباح الخير يا وطن مع زميلي خلود وعلي، إليكما. شكرا ليالي، يعطيكي ألف عافية على هذه الجولة السريعة طبعا من الأخبار وهذه الفقرة المهمة واليومية. ولفتني جدا الخبر الأخير وهو استبدال، يعني يمكن احتمال استبدال المخدر في العمليات بالتنويم المغناطيسي. صحيح. ففعلا يعني دائما العلم في تطور والطب دائما في تطور، ان شاء الله دائما يكون لصالح البشريه. امين يا رب. واكيد انا راح ننتقل الى موضوع اخر ومهم مع ضيفنا الاول، واكيد عندما نتحدث مشاهدينا عن التعليم فنحن نتحدث عن البذور الاساسيه التي نزرعها في عقول ابنائنا لتتقوى بالعلم والثقافه للمستقبل. لذلك يتطلع المسؤولون دائما إلى مواكبة العصر في جميع المجالات ودمجها مع التعليم ليصبح المنهج التعليمي وهو المطلع والمستفيد الأول من جميع التطورات التي تحدث في العالم، ليكون لأبنائنا الريادة والتفوق على الدوام، وتكون التكنولوجيا عنصرا أساسيا في حياتنا اليومية. بالفعل، فلذلك مشاهدينا لم يخلو التعليم من وجود التكنولوجيا، وأصبح لها أهمية قصوى تحدث تطور ملحوظ في السبل التعليمية بكافة أنواعها. طبعا نتعرف على هذا الموضوع بشكل أكبر مع ضيفنا المتواجد معنا في الاستوديو المهندس خالد كمال، المدير التنفيذي لشركة مهام للاستشارات. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. حياك الله مهندس. الله يحفظك، نورتنا. الله يكرمك، نوركم. الله يحفظك. طبعا بداية، يعني ما شاء الله الأمور التكنولوجية والمجال التكنولوجي كل يوم في تطور، وفي مجال التعليم يعني الحمد لله هناك قسم كبير من مجال التعليم استفاد من هذا التطور. يعني بنبدأ معك، كيف يمكن أن نستخدم التكنولوجيا في التعليم، وما هي الأنظمة الحديثة التي ممكن يستفيد منها كل مراحل التعليم؟ اللي حصل طفرة ضخمة جدا في التكنولوجيا الفترة اللي فاتت، والإمارات طبعا على رأس الدول اللي ساعت من اللحظة الأولى لأن هي تواكب العصر في الحتة بتاعت التعليم بالذات. اهتمام الحكومة الحقيقة غير مسبوق سواء في المنطقة أو حتى على مستوى العالم. فالنهاردة تلاقي في الفصول تلاقي الشاشات الذكية، وتلاقي اللي هي اللوحات الرقمية اللي بنسميها التابلتس. الطلبة النهاردة بقى بالنسبة لهم عملية تعليمية في منتهى السهولة، غير أيامنا احنا زمان لما كنا لسه بنقعد بالكتاب والطبشورة والصبورة وامسح وشيل. العملية اتغيرت تماما وبقت يعني الحقيقة أكثر متعة ممكن نقول بشكل غير مسبوق. طيب نبغى نعرف إيش هي الركائز الأساسية اللي لازم نرتكز عليها في يعني في عملية دمج التعليم بالتكنولوجيا. أول حاجة إن إحنا بنبص على التطور الرهيب اللي قدرنا في الإمارات نوصله في تطوير المناهج نفسها، لأنه مسألة إن أنا النهاردة بعلم من كتاب محدود ثنائي أبعاد، بشوف صورة ممكن تبقى صورة حتى يمكن طبعتها مش بالكفاءة المطلوبة، الطالب ما يقدرش يشوفها بشكل جيد، غير لما أنا النهاردة بوريله ثلاثي أبعاد ورباعي أبعاد كمان بالصوت وكذا. فالنهاردة عملية الاستيعاب بقت أسهل بكتير جدا غير الأول. جميل جدا. طيب مهندس خالد كمال، لو نتحدث أيضا ما هي الآفاق أو خلنا نقول الزوايا التي تعدت المألوف في عالم التكنولوجيا في التعليم؟ زي ما اتكلمنا في البداية، هو المنطقة اللي هي الخاصة بحتة ان انا اقدر ازاي اشرح للتلميذ بانه شايف ولامس. يعني النهاردة هو يقدر بإيده على اللوحة يشوف ويغير ويشوف. مثلا لو احنا بنتكلم، خلينا نضرب مثال مثلا جسم الإنسان، نقدر النهاردة نخش جوه جسم الإنسان ونشوف ازاي الأعضاء متركبة جنب بعض سبحان الله، وازاي القلب بيشتغل والدورة الدموية. يعني النهاردة غير زمان، النهاردة الطالب بيبقى شايف قدامه بالظبط. زمان يمكن كنا نتخيل اكثر لما نشوف الصور، نتخيل كيف شكل الانسان لو خيالنا واسع، انما لو واحد خياله كمان مش مساعده بالظبط. انما النهارده اصبحت العمليه التعليميه سهله جدا حتى للناس اللي هم يمكن قدراتهم الذهنيه اقل من غيرهم، فده كمان بيقدر ان هو يبقى مشارك في الفصل وبيجاوب وبيشوف وبيرد وكذا.
طيب مع إدخال هذه التكنولوجيا أو هذه التقنية، هل اضطررتم أيضا إلى تغيير المناهج الدراسية للطلاب؟ أكيد، لأنه التكنولوجيا من وظائفها أن هي تسهل كل حاجة. فالنهاردة كمان التعليم ما خليش من ده، فإحنا النهاردة بنبتدي ندرس حاجات يسهل على الطالب استيعابها من خلال ان هو شايف بمساعدة التكنولوجيا، شايف حاجات ما كانش زي ما حضرتك اتفضلتي ما كانش في السابق نقدر نديها له سواء على ورقة ولا كتاب ولا كده. أكيد. جميل. طيب يعني مهندس خالد، لو نتحدث أيضا ما هو النفع المباشر وأيضا المستقبلي الذي سيعود على الطالب إن شاء الله؟ حضرتك النهاردة لو احنا جينا نتكلم على الفايدة اللي بتعود عليه من استخدام التكنولوجيا في المدرسة أو حتى في الجامعة، القدرة الاستيعابية بتخليني أنا عندي آفاق أعلى وأكبر بكتير وأوسع. فالنهاردة إنتاجيتي وقت ما تخرج بتبقى أكيد أعلى من لما مثلا وقت إحنا ما تخرجنا ولسه ما شفناش ولسه بنجرب والكلام ده كله. النهاردة الطالب بيخرج جاهز إن هو فاهم، عنده أبعاد غير اللي إحنا كنا بنشوفها أيامنا إحنا وإحنا صغيرين. لو إحنا جينا كمان نبص على الفرق ما بين المرحلة التعليمية، خلينا نقول مثلا في الثانوية العامة أو ما بعدها اللي هي في الجامعة، الحلقة التعليمية بقت الحقيقة يعني مكملة لبعضها. النهاردة كان في فجوة معينة دايما ما بين الثانوي والدراسة الجامعية. النهاردة اللي حصل في الطفرة التكنولوجية في مجال التعليم خلت ان الطالب بانسيابية تامة بيخش بيكمل تعليمه. وكمان احنا عندنا كمان دلوقتي باستخدام التكنولوجيا نقدر ان احنا ندي خلينا نقول بعض الاختبارات اللي بيعملها أونلاين على الإنترنت. نعم. يخش نشوف مثلا هو إمكانياته إيه، ميوله إيه، أنا عايز أدرس طب، عايز أدرس هندسة، عايز أدرس تسويق وهكذا. فبنعمل لهم امتحانات معينة عندنا احنا حتى في الشركة، بنعمل امتحانات للطلبة يقدر إن هو يحدد مساره عايز يطلع ايه، ومن وهو لسه قبل ما يخش الجامعة بيقرر. جميل. فده باستخدام التكنولوجيا، وده فرق كتير مع كتير من الطلبة ان هو يقدر يحدد مساره من قبل ما يخش الجامعة ويجرب. وكانت هذه من المصاعب الكثير اللي كانوا يعني كثير من الطلبة يواجهوها، يمكن حتى احنا واجهناها في تحديد مسارنا، تحديد اي تخصص صحيح ممكن حابين ندرس، واحنا ايش فين توجهنا، كيف نفكر. صح. ففعلا جدا جميل هذا التطور والتقدم خصوصا في التعليم. والكل يعرف كمان استاذ انه التعليم هو حق للجميع لكل فئة من فئات المجتمع، واكيد ما ننسى اهم يعني من الفئات اللي لها اعتبار كبير في مجتمعنا اللي هم اصحاب الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. نبغى نعرف ايش دور التكنولوجيا طبعا في دمج هذه الفئة. ده سؤال هايل، لانه التكنولوجيا الحقيقة ضمت الناس اللي احنا سواء كنا زمان بنسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة، النهاردة ذوي الهمم ما شاء الله. صحيح. فالنهاردة مثلا انا كنت بستخدم في الفصل اللوحة، النهاردة الطالب بيقدر بلمسة يد غير زمان لما كان مثلا مطلوب منه هو يمسك قلم، يمكن عنده صعوبة في مسك القلم والكتابة وكذا. النهاردة باللمس على الشاشة يقدر ان هو يحقق أشياء كثيرة جدا ما كانش في السابق نقدر نعملها بالقلم او مجرد القلم والورق او كذا. فمفيش شك ان التكنولوجيا ساعدت ذوي الهمم ان هم يبقوا جزء لا يتجزأ من المرحلة التعليمية سواء في الثانوي او في الابتدائي حتى او كذا. النهاردة ما شاء الله حكومة الامارات بتبص على تطوير التكنولوجيا حتى في المرحلة الابتدائية. صحيح. فما شاء الله مش مخلين على جهدهم جهد ما شاء الله. يعني مثل ما ذكرت مهندس خالد كمال ان فعلا التكنولوجيا تساهم بشكل كبير في دمج ذوي الاحتياجات او اصحاب الهمم في التكنولوجيا او دور التكنولوجيا في مجال التعليم. وانا عندي اصدقاء يعني ما شاء الله هم من يعني احمد الغفلي اعلامي معروف كفيف، لكن باستخدام التكنولوجيا ما شاء الله واصل اليوم خلص من المرحلة الجامعية وهو مستمر في هذا المجال فعلا. طيب يعني مهندس خالد، لو أيضا تحدثنا برأيك ما هو مستقبل التكنولوجيا، ماذا بعد؟ يعني ما كنا نتخيل أن نوصل لهذه المرحلة اليوم. صحيح. لكن تتوقع في المستقبل شو ممكن يصير أيضا؟ أنا هون حريك على حاجة، سنة 95 أنا شفت فيديو كليب صغير من رئيس مايكروسوفت وقتها،
وقال وقتها ان الكمبيوتر اللي هو كان مازال لسه حجمه قد كده، قال الكمبيوتر في خلال 20 سنة هيكون في كف اليد. الله. واو. من 95. النهاردة لو احنا جينا نشوف التطور اللي بيحصل في الطفرة اللي هي في الكام، مش عايز اقول بقى كام سنة، انا اقول في الكام شهر الاخرانيين. صحيح. تلاقي انه شيء مذهل. فالنهاردة لو انا جيت اتنبأ او جات الشركات حتى تتنبأ ايه اللي ممكن يحصل خلينا نقول كمان 20 سنة، هيصعب على اي انسان ان هو يتخيل ايه اللي ممكن يحصل. لكن احنا اللي نقدر نقوله ان انا النهاردة على الهاتف المتحرك بتاعي، على كف ايدي، اقدر ان انا اخش واحضر محاضرة وادرس واذاكر واعمل الواجب بتاعي. صحيح. من على الموبايل. صحيح. طب وبعد كده ايه دي احنا هنسيبها للمستقبل ونشوف هيورينا ايه تاني. والله يعني الظاهر انه المستقبل مليء بالمفاجآت فعلا، واشياء احنا ما تصورناها وما توقعنا انها تحصل. يعني الان مؤخرا صرنا نسمع بالاجهزه اللي صارت، ممكن الاجهزه اللي تخلينا يعني نروح الى عوالم اخرى واحنا في مكاننا. في اجهزه تقرا افكارك وتقرا يعني افكارنا ونعرف نقرا دواخلنا. صحيح. فيعني الله يجيب الخير ان شاء الله. لا على طاري هذه التكنولوجيا، اذكر لما نزل تليفون بكاميرتين. ايوه تذكر يعني صارت طفره ذيك الايام. انا صور كده وكده يعني قلت يعني معقوله راح تطلع تكنولوجيا افضل من هالتكنولوجيا، ان اليوم الكاميرا وتلفون ملون وفي يعني بلوتوث. فسبحان الله اليوم تليفون هذاك صار نسيه منسيه يعني. بالفعل سبحان الله. طب استاذ نبغى نعرف كمان دور اولياء الامور، يعني هل في دورات توعويه لاولياء الامور عشان يقدروا يعني نقدر نحقق اكبر فائده للطلاب من هذا التعليم؟ برضو سؤال مهم جدا. ما شاء الله عليكم انتوا اسئلتكم. الله يحفظك. زي ما بيقول احنا نبغى نستفيد من مصر البلدي كده في الجون يعني. بالنسبه لاولياء الامور عليهم دورين مهمين جدا. اولا الدور الاول، مش معنى ان انا ابني او بنتي قاعد على اللوحه الذكيه او على الموبايل معنى كده ان هو بيضيع وقته او قاعد يلعب. انا بالعكس المفروض ان انا انمي فيه روح البحث، لان انا النهارده طالما انا شابك على الشبكه المعلوماتيه اقدر ان انا اطلع معلومات. بالعكس اشجع واراقب. يعني انا مش اسيبه بس ان هو يبحث وخلاص وده، لا اراقب كمان العمليه التواصليه بتاعته، ان هو داخل فين بيدور في ايه كده، لان مش كل المواقع على الانترنت، وما شاء الله الحكومه هنا كمان قادره ان هي تسيطر على ايه المواقع المسموحه وايه المواقع الغير مسموحه. لكن الدور العائلي في البيت لابد منه، وما نقولش والله الحكومه قافله وعامله، لا لازم انا كمان العب دور كاب او كام ان انا اكون مراقب لأولادي بيشوفوا إيه وبيتعلموا إيه على الإنترنت. الحاجة الثانية هي أن أنا يعني بشكل أو بآخر لازم أن أنا أتواصل مع المدرسة، بحيث أن تبقى الدائرة مقفولة، ما بقاش في حلقة مفقودة، أو أنه يبقى توقع المدرسة أنه والله في البيت هيعمله أو في البيت متوقع أنه في المدرسة هيعمله. لازم باستمرار نحضر اجتماعات أولياء الأمور، نشوف التطور اللي المدارس ماشية فيه، ونساعد ابنائنا على ان هم اذا ما محتاج يقتني. مش شرط ان اقول والله الحكومه هتجيب او بتاع، اذا انا مطلوب مني ان انا اشتري او استثمر في ولادي في 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 قطعه تكنولوجيا جديده، المفروض ان انا ما بخلش طالما قادر ما بخلش على حاجه زي كده، وان انا اسهل عليهم عمليه الاقتناء واراقب في نفس الوقت. صحيح فعلا. طيب مهندس، يعني بعد يقولون احيانا ان الامور الورقيه لا يستغنى عنها. ومهما كان نحن نحتاج بعض في المحكمه بس ولا في عده امور يعني، والكتابه ايضا يعني والكتابه اكيد بالضبط. يعني انا حتى سمعت ناس كثار انه يقول لك على مستوى القراءه، يقول لك انا حاولت اني اقرا من كتاب الكتروني ما قدرت. انا ما من الاشخاص ما حبيت اني اقرا يعني في كتاب على مستوى القراءه فقط. لكن نعم. فهل هناك ايضا مصاعب او بعض السلبيات في التقنيه الحديثه التي ربما تقوم يعني التقنيه القديمه، او خلينا نقول الامور الورقيه وظيفتها اكثر من الوسائل الجديده؟ حضرتك التغيير بيقابل دايما بنوع من الرفض من بعض الناس، من كتير من الناس، عدم التعود على الاشياء الجديده وكذا. هضرب لحضرتك مثال، في ناس لحد النهارده انا بعرفهم معرفه شخصيه يقول لك انا ما اركبش طياره.
ما تركبش طياره ليه؟ يقول لك لا. انا لو انا راكب سياره اقدر اركن، لو احتجت حاجه عطلت كذا اركن، انما انا ما اكون طياره اركن ايه على سحابه؟ فاهم يعني؟ طب انت النهارده بتتكلم في حاجه، النهارده ملايين الناس بتطير كل يوم. صحيح. نفس الشيء بالنسبه للتكنولوجيا، واخدنا نفس المثال. في واحد يقول لك والله انا متعود على الكتاب الورقي واقلب صفحاتي بايدي واحس بالورقه في ايدي وكذا، ويكتب نوت مثلا، ويكتب نوت بالظبط. هي كتابه النوت انت تقدر برضو تكتب الكترونيا. نعم. النهارده التكنولوجيا تسمح لك. صحيح. بكل ده. صحيح. لكن هي الفكره زي ما حضرتك اتفضلتي، هل انا قادر على ان انا اواكب التغيير واعدل من نفسي وارغم نفسي ان انا اقول والله دي التكنولوجيا بتاعت بكره، خليني انا من النهارده اجهز نفسي واروح الخطوة الزيادة علشان خاطر أمكن نفسي إن أنا أستخدم التكنولوجيا الجديدة؟ هي دي. فبتبقى مسألة أكتر شخصية، يعني أنا اللي لازم أقرر أنا عايز أعمل الشيء ده ولا لا. أما الكتاب الإلكتروني موجود وهو نفس الكتاب الورقي، لكن أنا النهاردة أقول والله لازم ألمس الورقة بإيدي، أو طب ما أنا على الشاشة أقدر أشوف الكتاب وأقدر أعمل زوم واقدر ارجع له واقدر اعمل بحث. احيانا تخلص البطاريه. مشكله البطاريه دي مشكله. لا لا، النهارده كل ما هو بنتكلم تكنولوجيا، الحاجات دي النهارده ما بقتش تقف في طريقنا ان احنا نحقق اللي احنا عايزينه. عندنا النهارده الباور بانكس، وعندنا التشارجر، وعندنا ده، يعني نقدر ان احنا نتغلب على كل هذه الصعاب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نقول الله يدينا خير هذه التكنولوجيا ويدينا شرها ان شاء الله. طيب لو جينا نتكلم على نسبه الوعي عند هذول الطلاب، نسبة الإدراك قد إيش ازدادت عندهم باستخدام هذه التكنولوجيا؟ وهل جميع الطلاب متقبلين وقدرين يتعاملوا مع التكنولوجيا هذه ولا لا؟ كل ما صغر سن التلاميذ كل ما بيكون استيعابهم ورغبتهم أعلى. أعلى. طبيعة النفس البشرية أن أنا أتطوق لكل ما هو أفضل وأحسن وأجدد وكذا. فالنهاردة تيجي إحنا كنا زمان بنقول مش هندي اللوحة الإلكترونية لما هم دون الصف السابع. النهاردة بتوع الصف الأول بيقول لك أنا كمان، يعني كلهم بينولدوا، يعني معلش على المقاطعة، بينولدوا بيجيبوا معهم ما شاء الله التابلت، ولو معهوش يحس إنه هو منبوذ. صحيح. فهو النهاردة بالعكس، فهم لقينا ان احنا يعني حتى كان عندي بعض الاجتماعات برضو مع المسؤولين وكده، يقول لك احنا خلاص يعني لازم ننزل لهم لغايه، احنا كنا بنبتدي من الصف السابع عشان برضو الادراك ما يمسكش البتاع يكسرها، ففي حاجات معايير تانية بناخدها في الاعتبار. لكن النهارده لقينا ان بتاع حتى سنه اولى تانية عنده حب الاقتناء لدرجه ان هو محافظ على الجهاز بتاعه، مش عايز يسيبه. فهي الحته دي اللي عامله لنا احنا بقى نوع من الضغط شويه، ان احنا هل يا ترى ننزل لغايه الصف الاول ونبتدي من البدايه خالص ولا نستنى شويه على الحته دي؟ لكن شكل القرار ان هو ميال ان احنا طبعا تنزلون اكثر الظاهر حضانه الظاهر كده. والله راحت علينا، انا خايف نروح لاوضه الولاده في المستشفى بعد ما في شيء يستبعد اليوم. طيب بالنسبه لي ايضا، هل هناك دراسات قيمت الطلاب بعد وجود هذه التكنولوجيا؟ هل صار في ارتفاع في نسبة الذكاء، ارتفاع في التعاطي مع هذه الأجهزة، وأيضا الأشياء الأخرى مثلا التعامل مع المواد اللي درست من خلال هذه التقنية؟ أكيد. أنتوا أسئلتكم ما شاء الله الله يحفظك. فما فيش شك أن أنا النهاردة زي ما اتفقنا انه وجود التكنولوجيا بهذا الشكل مخلي ان التلاميذ قدراتهم على الاداء افضل بكتير. قياس الذكاء والحاجات دي كلها ليها معايير تانية كتيره. نعم. لكن انا بتكلم النهارده على القدره على التعامل مع الجهاز والتكنولوجيا عموما، يعني الجهاز وما بداخله، والقدره الاستيعابيه. فاحنا عندنا الاختبارات اللي بنعملها، عندنا احنا مثلا في الشركه بنعمل اختبارات ما قبل وما بعد عشان اقدر اشوف طب كان وضعه ايه قبل ووضعه ايه بعد ما نزلنا له التكنولوجيا، لانه في استثمارات ضخمه بتعملها الدوله في المجال ده. فما فيش شك ان المنحنى، مش عايز اقول كده، انا عايز اقول المنحنى كده. واو. ما فيش شك. طبعا. فانا بالتالي انا هحصد اجيال طالعه مؤسسه بشكل جيد يعتمد عليها، هو ده المطلوب.
جميل جدا. ان شاء الله يعني هم ابناء اليوم، هم ابطال الغد وابطال المستقبل، واذا ما استثمرنا فيهم يعني نستثمر في مين؟ أكيد. استمتعنا جدا بهذا الحوار الشيق والجميل، نتمنى لكم كل التوفيق دائما ان شاء الله، مستقبل أكيد. مشرق. شكرا لك المهندس خالد كمال مدير التنفيذي. خالد كامل بقى على شبكة. خالد كامل ولا يهمك، المدير التنفيذي لشركة مهام للاستشارات. شكرا جزيلا. أهلا بيك. شكرا لك على هذا اللقاء. الله يخليك. نحن سعيدين جدا بوجودك. الله يخليك، سعدت بلقاكم والسادة المشاهدين. الله يحفظك، شكرا لك. وأكيد نحن مستمرين مع مشاهدينا في برنامج صباح الخير يا وطن، ولكن بعد هذا الفصل خلكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، مكملين ومستمرين طبعا في مختلف فقراتنا المتنوعة لليوم. وصراحة الفقرة الأولى كثير كانت جميلة، فقرة التكنولوجيا، ولسه كنا نتكلم أنا وعلي تحت الهواء قد إيش الحياة بتختلف، والحياة في تقدم وتطور. صحيح. وصرنا نتخيل إيش يعني الظاهر، والله الظاهر بكرة في المستقبل كل مولود يطلع من بطن أمه وجنبه الآيباد أو التابلت. وحتى يعني حتى لما قاعد أقول لخلود شكل المولود بيطلع، شكل المولود راح يطلع من بطن امه يحطونه في ايباد ويقمطونه، واذا بغى حليب يطلع انه يبغي حليب يقوم الايباد يشربه. والله مو يعني ما شيء مستحيل. والله يصير كل شيء يصير يعني كل الامور اللي كنا نشوفها في الافلام كلها قاعده تتحقق على فعلا. فكره لو نظرنا لها وفكرنا فيها كل الامور هذه والقصص قاعده تتحقق فعلا. ولكن ان شاء الله يا رب كذا يكون مستقبل خير علينا يا رب. خير يا رب، مستقبل مشرق وباهر. وصلنا الآن لفقرة ممتعة وغنية بالمعلومات والأخبار الغريبة. مشاهدينا خلونا ننتقل مع بعض إلى فقرة 15.